ومن الأخبار اللي حصلت امبارح تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي حصلت، لكن في يعني نروح الأول للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ويمكن من أهمها بالتأكيد كل سنة وانتم طيبين استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا، وكمان ماتش الزمالك النهاردة في البطولة الإفريقية. طبعا بنتمنى له كل التوفيق وإجراء قرعة كأس العالم. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، دار الإفتاء هتستطلع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجرية، وده من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية، وهتنظم احتفال رسمي لإعلان نتيجة استطلاع هلال الشهر الكريم. والنهارده ضمن الاحتفال القومي بمحافظه الجيزه، اللواء احمد راشد محافظ الجيزه هيستقبل الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه لاستلام 4 طن لحوم مقدمه من وزاره الاوقاف للقرى الاكثر احتياجا. وبعد كده هيتم افتتاح مسجد السيده خديجه بنت خويلد امام جهاز مدينه 6 اكتوبر. وبمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، المحافظة هتنظم احتفالية للأطفال الأيتام التابعين لدور الرعاية بحديقة البحر الأعظم. ولعشاء كرة القدم، النهاردة الساعة 6 بالليل هتجري مراسم قرعة كأس العالم 2022 اللي من المقرر إقامته بدولة قطر في الفترة من 21 نوفمبر ولحد 18 ديسمبر. ولعشاق البطولات القارية، موعدهم النهاردة مع مباراة كرة القدم في الجولة السادسة للدور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهيلتقي الساعة 6 بالليل نادي الزمالك مع سجرادة.